هذه القضية المهمة، قضية الدولار، اليوم متصدرة المشهد باعتبار أنه هي تتعلق بقوت المواطن. يعني تعرف أنه اليوم سعر الصرف، وهاي كل ما تتأزم، يعني كل ما تزيد الأزمة كل ما تنعكس هم، يصير أكو احتفاظ للدولار. أنا تعرف يعني أكو ناس بدأوا يحولون فلوسهم إلى يضمون دولار، يعني يقول لك الدينار، لأن تعرف يوميا طالع خبر أنه الدولار راح ينزل. التعامل الإلكتروني ممكن أن يحل الأزمة؟ يعني التعامل الإلكتروني مع شديد الأسف خطة جدا مهمة ومولود، نقدر نسميه مولود جيد، لكن القضية أنه ما صار أكو ترويج إلا بالطريقة الصحيحة من قبل البنك المركزي والمصارف. هذا شيء يعني واقعي. يعني اليوم الترويج هو، أنا ما أقول أنه أسوي إعلانات، يفترض أن ندعم هذه الخطوة، يعني مثلا خصومات أشياء لحاملي هذه البطاقة. هذه القضية ممكن أشجع المواطن أنه يقتني بطاقة. هو يراد له شوية ترويج، يراد له شغل أكثر بالسفر. بالسفر تأخذ لك بطاقة ما لحد يبوقها، لحد العلاقة بيها، أحسن ما ربعنا بعدهم يشيل فلياسات بيده ويفتر بالجنطة. يعني الكاش لحد الآن هو حتى ماليا مريح حتى بالسفر. حتى ماليا يعني بطاقة ما حد يعرفها، ما حد كذا، يعني حتى الكاش جداً يعني. يعني هو هي ما لها علاقة بالثقافة الشعبية. يعني المواطن اليوم إلا كاش لا يستلم راتبه، كل هاي ممكن تنتهي هاي لكن نحتاج إلى دعم لهذا البطاقة. يعني على سبيل المثال هسا أنا أروح أشتري من مول وشايل البطاقة، يعني يفترض أنه يكون أكو خصم لحاملي هذه البطاقة على خلاف اللي يشتري بالكاش. هاي القضية إذا قدرنا نسويها، وطبعا هاي مسؤولية اجتماعية ما تتعلق بس بالبنك المركزي، ممكن شركات تدخل بيها، ممكن أصحاب المولات، يعني هاي قضية مجتمعية. حتى المصارف شوية يحركون نفسهم. هذه القضية ممكن أن تسهم بإشاعة التعامل النقدي.